والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى مع ميرنا إيهاب. شكرا هبة، شكرا إلهام. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس حارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، الأسكندرية 30-21، مطروح 29-21، بورسعيد 31-22، والإسماعيلية 35-22. أما عن طابة فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23، العريش 32-22، طابة 34-26، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 38-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.